أهلا بكم. هل تكشف الحقيقة كاملة في قضية الفيول المغشوش وقضية ملف شركة سوناتراك؟ وهل فعلا العقود توقع فقط من دولة إلى دولة؟ ولماذا السرية التامة الموجودة داخل هذه البنود؟ كل هذه الأمور سنبحثها مع وزير الطاقة السابق الوزير محمد فنيش. يعني أول شيء ملفت إنه الموضوع بواخر أو باخرتين أعلن عنهم، ما بعرف أنا شو ملابسات الموضوع، بيقولوا إنه فيهم فيول مغشوش. بدل ما نروح يعني نركز على من الذي أقدم على غش ومين اللي أخطأ بتطبيق عقد موقع من 15 سنة، لا بنروح على العقد. يعني هذا أسلوب من أساليب إضاعة الموضوع والتصويب محل آخر. مين ليش؟ هلأ بدك تسألي يعني مين اللي كان وراء هالإدارة لهذا الموضوع؟ بمعزل خليني أنا أفوت بموضوع العقد بناء على السؤال اللي طرحتي. أنا بذكر أني كنت لجنة المال والموازنة قبل ما أعمل وزير بالحكومة. كان دائما موضوع الكهرباء مثل هلأ، ليش ما عم نقدر نعالج مشكلة الكهرباء بالبلد؟ ليش في كتير من الشبهات حول صفقات تعقد بما يتعلق باستيراد المشتقات النفطية لمعامل الكهرباء؟ ليش في دائما حكي انه هذا الوزير قبض عمولة؟ ليش في حكي وكان يصير واقعا انه اذا جتنا باخرة خارج المواصفات ولانه ما عندنا احتياطات ولانه ما عندنا ما يكفي، فبصير حدا مضطر بيقول استثناء بوقع مشان تفوت وهي خارج المواصفات حتى ما تنقطع الكهرباء. وهون تثار علامات الاستفهام انه يعني هذا التوقيع قديش ثمنه. كمان حالات كانت على مسمع، يمكن هلا الناس بذاكرتها، خصوصي يمكن الجيل الجديد ما بيعرف هاي المعلومات، بس اللي كان قبل في كتير ناس بتعرف هاي المعلومات وهي الحقائق، انه والله نحن مضطرين انقطعت الكهرباء. ليش انقطعت الكهرباء؟ ما اجت الباخرة بالوقت، والله لأنه والله البحر ما كان وضعه مناسب لترسي الباخرة ونفضي الفيول. فكان دايما عندنا بالبلد انقطاع كهرباء بسبب نقص الإمدادات، وعندنا دايما بالبلد كتير من علامات الاستفهام حول كيفية السماح بإدخال بواخر خارج المواصفات. وكان في شعار انه ليش ما بنلجأ، ولا مطلب، ليش ما بنلجأ لعقود الى صفة مختلفة بطريقة مختلفة من دولة لدولة. انا جيت على وزارة الطاقة، اول موضوع كان شغلني هالموضوع، ولذلك بعتقد بعد شهر من تشكيل الحكومة قمنا بزيارة للكويت. والعجيب انه ما حدا عم يحكي عن هذا الموضوع بتاع الكويت، كمان هذا سؤال. بزيارتنا للكويت كان في وفد وزاري برئاسة رئيس الحكومة، والتقينا مع المسؤولين ومع أمير الكويت وطرحنا موضوع أنه نحن نرغب كدولة لبنانية باعتبار الكويت عندها مشتقات نفطية بسموها غاز أويل أو ديزل، هاي نحن بنحتاجها لمعامل الكهرباء. فكان جواب كل الكويتيين بما فيهم الأمير، نحن كدولة بندير هاي العملية مثل بقية الدول النفطية بالعالم، مش كدولة بندير هاي العملية، نحن عنا شركة بنملكها، تملكها دولة الكويت. هذه الشركة هي مخولة تجري هذه العقود مع الدول أو هالعقود التجارية. فنحن كحكومة نقدر نتدخل نطلب من مجلس إدارة الشركة باعتبار رئيس مجلس إدارة الشركة وزير النفط وبعضوية وزير المال ببعض الدول وآخرين، فبنطلب انه تتساهل، تعمل لكم تسهيلات ماليه، تعمل لكم تخفيض بالاسعار، بس العقود ما بتكون معنا كوزاره نفط او كحكومه كويتيه. العقود بتكون مع شركه نفط الكويت. هذا حقيقه. نحن بناء عليه وقعنا اول ما عملنا عقد اطلق عليه بمصطلح من دوله لدوله مع شركه نفط الكويت. بنص هذا العقد على تزويد معاملنا بكميه يعني ما بتكفي كل حاجتنا، لكن بتلبي أكثر من 70% من حاجة كهرباء لبنان. والعقد شو بيقول؟ بيقول إنه نحن بدنا نقدم جدول سنوي للحاجات، وبدأ شركة نفط الكويت تدون رزنامة سنوية
ومواقيت محددة حتى ما نقول والله تأخرت الباخرة والله انقطعت الكهرباء بسبب نقص الديزل. وبناء على هذا البرنامج السنوي تجينا بواخر، وتوقع هذا العقد وبدأنا فيه بأسعار 90 يعني على فترة 9 أشهر تندفع. طبعا ما فيني العالمية ليبر زائد نقطة ونص. الأمر الثاني في كل الضوابط يلي نحن نتأكد من كمية الديزل اللي جايتنا، وبنتأكد من المواصفات. كيف هي الضوابط؟ موجودة ومنصوص عنها بالعقد. في شركات عالمية معروفة، هي شركات رقابة، مهمتها ووظيفتها أنه تدقق لمصلحة اللي بيتعاقد معها بالكمية النفط المتعاقد عليها وبنوعية النفط المتعاقد عليها. فالكويتية وقتها بدون يقدموا لنا هدية قالوا لنا أنه نحن هاي التكاليف تعايد الشركة نحن بندفعها. نحن ما قبلنا، قالوا لا 50% عليكم 50% علينا، لأنه تكون نحن قلنا دور باختيار الشركة، مش أنتوا اللي لكم طرف بالعقد وأنتوا بائعين تختاروا أنتوا الشركة وصير هذه الشركة يعني أنتوا بتتحكموا بعملها. فكنا شركاء باختيار هذه الشركات، شركاء بالاختيار وشركاء بالتكاليف. بعد ما بتجي هذه الباخرة وشركة النفط الكويت مسؤولة عنها، عن التأمين وتكاليف الشحن، نحن قبل ما تفرغ كمان عندنا شركات رقابة نحن بنشكلها، بنعمل فحص لكمية النفط اللي شو كيف ناخد لكمية النفط اللي جاية بناء بنوجب العقد ولنوعية الديزل يلي جاي، وبنعمل مطابقة. إذا في أي خلل بالمطابقة بين الشهادة اللي وصلتنا قبل ما توصل باخرة النفط وبين الفحوصات اللي نحن عملناها، ساعتها بتوقف الباخرة وبتصير في متابعات مع المعنيين وبتم معالجة الأمر، أو بنرفض الباخرة أو بيبعتوا لنا باخرة يعني تانية، أو في موجبات عليهم، وبالتالي نحن لسنا ملزمين بتفريغ حمولة أي باخرة لا تطابق مع المواصفات. مشان ما أطول عليك أرجع أقول بناء على هذا العقد مع الكويت، بعد منها نحن ما قدرنا نأمن فيول بالكويت، ما في فيول، في ديزل، وما أمن ما قدرنا نأمن كل كمية الغاز أويل من الكويت. فصار في، وكان في قبل مفاوضات مع سوناتراك قبل، لكن ما أقر بمجلس الوزراء لأنه العرض إجا متأخر. رحنا مع سوناتراك نتابع مفاوضات مع سوناتراك، لما تابعنا المفاوضات بنفس الاعتبارات، سوناتراك شركة بتملكها الدولة الجزائرية، كمان سوناتراك بيشتغلوا بعد بطريقة مختلفة. يلي بدير عقود تجارية واللي بتابع هذه العمليات، مش سوناتراك الأم، بينشؤوا شركات بتملكها سوناتراك، بتكون وظيفتها ومهمتها إجراء مثل هذه العقود. وهذا كان واضح لنا من الأول، وفي حكي بينه وبين الوزير، وفي اتصالات بينه وبين الوزير، وأكد هذه الحقائق ونحن تأكدنا منها لاحقا، تأكدنا منها. واثنين، ما هو السايت تاع سوناتراك موجود على مواقع الانترنت، بيأكد ان هي بتملك هذه الشركة الفرعية واللي مسجلة بهذه المنطقة اللي عم ينحكى عنها. وهذا النوع من التسجيل كل شركات النفط بتعمله. هلا توتال عندها فرع الأم بفرنسا، عندها فروع بمحلات أخرى، وبتاع هاي الفروع بيكون عندها صلاحيات تعمل عقود، لكن بتملكها الشريك الأم. وبالتالي هذا المصطلح اللي اسمه من دولة لدولة مضمونه ترجمته عقود منتظمة بجدول زمني سنوي بمؤشرات أسعار بمواصفات بآليات تطبيق ومراقبة، تبدأ من قبل ما تنطلق الشحنة لعنا، وعندما تصل كمان بالآليات نحن بنقدر نعمل هذا الاختبار. هذا النوع من العقود لأنه مع شركات بتملك الدول، أعطي هذا الوصف من دولة لدولة. هذا النوع من العقود اللي بترتب على الدولة التزامات مالية. نحن ليش عم نعمل هذا النوع من العقود؟ لأنه كهرباء لبنان كمؤسسة عامة ما عندها الإمكانيات المالية، وعندها عجز وعندها مشكلة، واللي بده يمول مستلزمات كهرباء لبنان لتشغيل معاملية الدولة اللبنانية، كونه بده الدولة اللبنانية تمول، فإذا أنت بده قرار مجلس وزراء وبده موافقة مجلس وزراء، وأنت ونحن كوزارة عم نفاوض تنوقع اتفاقية عقد تجاري،
هذا العقد التجاري مش الوزير لوحده بيوقعه، صح الوزير بيحضره، صح الوزير بيفاوض طبعا بالتأكيد بالتشاور والمتابعة، لأن احنا بالنهاية مؤسسات، يعني مش الوزير كل وزير فاتح على حسابه، واللي آخر شيء بيصدق اللي بيعطي تفويض للوزير مجلس الوزراء تيعمل هذا النوع من العقود، واللي بيصدق على الاتفاقية مجلس الوزراء. لماذا اعتمدتم بند السرية التامة داخل هذه العقود؟ هذه العقود التجارية هلا بين شركتين، إذا بيعملوا شركة بتبيع شركة، هذه الشركة بتعمل عقود مع شركات أخرى، بتعطي عرض لشركة خاص، تطلب إنه هذا العرض اللي أعطيتك إياه ما بدي الباقيين يعرفوا، لأنه عندي عقود بأسعار مختلفة بتسهيلات مختلفة، وبالتالي هذه متطلبات عملية البيع حتى ما يكون في نوع من الإلزام للشركة تجاه المتعاملين الآخرين بالمواصفات بالشروط اللي احنا أخذناها. فبيجي هذا البند لما بنحكى عن سرية بنفهم بحسب الجو المفتعل انه كأنه هذا ما حدا بيعرف فيه بالدولة اللبنانية، لا، ما هذا العقد بتعرف فيه وزارة المالية، بيعرف فيه حاكم مصرف المركزي، بتعرف فيه الجمارك، بيعرف فيه مجلس وزراء مجتمعا، لأنه حط على جدول أعمال مجلس وزراء وزع الملف على كل الوزراء، وبالتالي منه سري على الدولة اللبنانية ولا سري بالجزائر، لكن هذا المضمون لأنه في شروط خاصة بتسهيلات مالية لنا بأسعار، الشركة اللي عم تبيعنا بتقول أنا يعني بالسوق التجاري عندي عقود أخرى ما فيها التسهيلات، ما تعملوا لي مشاكل صير أنا مضطر بدي أعمل هذا التسهيلات للي بدهم يعملوا معي عقود ويستندوا لهذا العقد، فبدي مضمون يبقى بيني وبينكم حتى لي ما تسببوا لي ضرر. نحن شو المشكلة عندنا؟ إنه إذا هذا الموضوع نحن ما نشرناه للآخرين لطرف ثالث، بس نحن بمؤسساتنا الرسمية هذا العقد معروف بكافة تفاصيله ومطلع عليه من مجلس الوزراء للإدارات المعنية لوزارة الطاقة للمؤسسة كهرباء لبنان، كل هول يعلمون بهذا العقد وبكل تفاصيله للمنشآت. إذن ما إنه سري بالمعنى اللي البعض عم يحاول على طريقة بعض اللبنانيين، يعني هذا معروف يعني، بس هذا بنم عن عدم معرفة أو عن جهل، أو بنم مثل العادي إنه كل واحد بده يقوص بالسياسة فبروح تيغطي على شيء بيثير شغلات يعني أخرى. بس كمان لفت النظر هالنقاشات، أنا عندي هلا عندي على تليفوني بعد ما وقعنا العقد مع الكويت ومع الجزائر، أثير هذا الجو بالإعلام، أنا مطلع بيان توضيحي بكل هاي النقاط وقتها، مش هلا، لا 2005 هو مع سنة راك ببلش بكانون تاني 2006 نفس النقاشات. طب هذا معلوم يعني كان منه سر لأنه بدليل تم تناوله في عدد من المتضررين من الشركات، لأنه مثل ما قلت لك اللي كانوا يعملوا هذه الصفقات ويعملوا هذه السمسرات، لما عملنا هذا العقد هون النقاش، وانا بتمنى كان حدا يطرح هذا السؤال، ليش لما نعمل هذا العقد لم يعد هناك اي تأخير بمجيء امدادات النفط، لم تنقطع الكهرباء بسبب تأخر باخرة فيول او غاز اويل، لم تنقطع الكهرباء عن الناس لأنه نحن مضطرين ندخل باخرة بإمضاء وزير استثناء، لأنه هاي الباخرة اللي اجت إذا ما فضيناها وخارج المواصفات تنقطع الكهرباء، هذا كله انتهى، تمت معالجته من خلال هذه العقود. هذا العقد من ميزاته أنه بيسموه شيء أمن الإمدادات، أمن الطاقة. هلأ إذا بعدين بحكيكي أكثر عن إيجابيات هذا العقد. هلا ميزاته أمن الإمدادات وأمن الطاقة، وكمان من ميزاته حتوضح لي حضرتك أنه عمل أمن للشروط شركة سوناتراك، خصوصا أنه هي مسجلة، عملت كونترا مع فرع مسجل بجزر العذراء البريطانية للتهرب الضريبي. ألم تتخوفوا مثلا أن يكون عندها تهرب مثلا ويفتح الباب للتلاعب بشروط ما داخل هذا الكونترا؟ خلينا نعمل شغلتين. الشغلة الأولى إنه في شركة بتسجل حالة أوفشور أو هولدينج، يعني عالم الشركات ونظامها، يمكن مش كتير أنا متخصص، بس بعتقد إذا بتطلع على سجلات الشركات العالمية في مئات أو آلاف الشركات يلي بيسموه الملاذات الضريبية، بروحوا بسجلوا حالهم تيستفيدوا من
إعفاءات أو امتيازات ضريبية. اثنين، نحن مش معنيين إنه سوناتراك مسجلة شركة بتملكها بهيدا المكان. نحن معنيين بشروط عقد مستفيدين منه، له إيجابياته عنا، ونحن الضريبة مش معنيين فيها. يعني كبلد كلبنان إذا ما تستطيعون أنتوا يكون عندكم قيود وضوابط في حال تم اكتشاف أي تلاعب بهذا الكونترات وقفوا؟ أكيد. وأنا بعطيك كمان عندي هون بتطبيق أيامي، أنا سنة بقيت بالوزارة طبق هذا العقد سنة. نعم. لم يسجل بتطبيقه أي شائبة. مرة أجتنا كمية على الباخرة، لما فحصنا هون نحن تبين انه في نقص بالكمية، نحن مباشرة خاطبنا شركة التأمين، وبالتالي شركة التأمين بدورها اعترف. يعني لما اخذت مني هيدا المستند، اعطيك اياه بس، المستند السادس، انا اضطريت اني انبش كل الملفات يعني بعد 15 سنة بعد ما نسيوا العالم شو كان يصير بالكهرباء. هلا بعد قصة حكي عن فيول مغشوش بيطلعوا بيثيروا أمور، هذا لمين توجه؟ لشركة لويدز، وبناء عليه نحن حصلنا هذا الفارق بالكمية يلي نقص. سنتراك دفعته للدولة اللبنانية. عرفتوا ليش عملت فرق بالكمية؟ يعني شو صار؟ بصير أحيانا على بالطريق تبخر، بصير شيء ما بعرف، بس أنا بيعنيني آخر شيء في آليات. أنا بهذا العقد لي حقوق، أنا بدي تابع حقوقي بآليات العقد. ما أنا عم قبل ما فرغ عم بطلب من شركات مراقبة يلي بتراقب لي أن البنزين بتطلع على الباخرة، بتاخد عينات وبتفحص قديش الكمية. إذا ما طابقت ما أتت به شركة مستقلة قبل ما تشحن الباخرة، بجيني منها قبل ما تشحن، منين المصدر والكمية قديش ومطابقة للشروط المواصفات والنوعية. ما بكتفي بهول، مع أنه هذه شركة عالمية كمان بتوصل لعندي لهون، في ثلاث مختبرات عندنا بالمنشآت بدون يعملوا فحص، وبدو يطلع اثنين من هالمختبرات مطابق للشروط، وإذا بيطلع أقل من، يعني مش ما عنديش اثنين، أكثر من واحد بيقول منه مطابق، بوقف الشحنة وبروح بحمل الجهة المتعاقد معها المسؤولية. وقلت لك مرة صار وحصلت على برأيك معالي الوزير، يمكن لو ما خربوا المكانات أو المدارات بالمعمل كانوا عرفوا أن هذا الفيول مغشوش؟ كمان شغلة تانية بدي أوضح لك إياها. نحن اليوم عم نحكي طبعا، نحن قبل ما نحط، مين حط هاي المواصفات وبناء كيف نوضعت هاي المواصفات؟ مش الوزير بالمعنى التقني، مؤسسة كهرباء لبنان بالتقنيين اللي عندها بناء للمعامل اللي كانت عندنا موجودة قبل. أنا بحكيك بال 2005-2006 حددوا شو هي المواصفات المطلوبة للفيول أو الغاز أويل. فهذه المواصفات اللي عندنا نحن لما وقعنا هذا العقد كانت تصلح 100% بناء لرأي كهرباء لبنان اللي هي عطت هاي المواصفات للمعامل الموجودة. نحن أنشأنا معامل إضافية اسمها Reciprocating Engines، هيدي بدها نوع من الفيول مختلف، وبناء عليها الوزراء اللي كانوا موجودين حسب معرفت عملوا تعديل بشروط الفيول. الحكي هلأ حسب معرفت بالإعلام أنه المعامل الجديدة اللي أنشئت هي اللي صار فيها عطل، نتيجة انه هذا الفيول يلي استخدم فيها مش مطابق للمواصفات بتلاقى مع هاي المعامل. وهذا الفيول بسموه جريد بي، نحن اللي عملناه بالاول له علاقة بالمعامل القديمة، والمواصفات اللي انوضعت من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. فهذا الفيول بالمواصفات اللي عملناها بال 2006 بيصلح لهاي المعامل. المعامل الجديدة قد يكون بدها نوعيات مختلفة، يعني مواصفات سبيسيفيكيشن مختلف. الوزراء المعنيين يلي هن يعني بيطلعوا على العقد وهن اللي كل سنة بيفاوضوا أضافوا تعديل. لا. بالتالي هذا الفيول المغشوش له علاقة بمواصفات هاي المعامل الجديدة يلي لم تنشأ لما أنا كنت، ومش أنا اللي حددت لها مواصفات. وبالتالي هذا الموضوع اللي له علاقة بتعطيل معامل بهاي المعامل الجديدة له هلأ بلش قبل أنا ما بعرف. في ست وزراء تعاقبوا
بعد مني على هذا العقد، وهذا العقد إذا بدك أنا وصف، أنا مسؤول عنه سنة بالتطبيق، مسؤول عنه بالمضمون وأنا موقع. وكان عندنا مهلة لو الوزراء اللي أجوا بعد مني ووجدوا أنه في شائبة ما وخلل ما وما قلنا مصلحة، كان بكل بساطة عندنا مثل ما ذكرت لك قبل 90 يوم من انتهاء السنة بيقدروا يقولوا نحن بدنا نحط هاي الشروط ونضيفها، إذا ما اتفقنا بنبلغ الشركة سوناتراك أنه نحن بنلغي العقد، وهي ملزم نلغي، هي ملزمة تجاهنا بعد 3 شهور من السنة تأملنا حاجياتنا ونهينا العقد. طيب إذا نحن عندنا إذا بدك 6 عقود. نعم. طيب حسب عدد الوزراء، لأنه كل وزير مدد هذا العقد صار هو مسؤول عنه. وزراء التيار الوطني الحر يعني بالمؤتمرات الصحفية الأخيرة اللي قالوا فيها قالوا أنه قدموا بأكثر من 3 طلبات لثلاث وزراء كرمال إلغاء هذا العقد وإيجاد عقد جديد، ولكن مجلس الوزراء مجتمعا لم يوافق على ذلك، وحضرتك كنت موجود داخل مجلس الوزراء. أنا أتذكر بحكومة الرئيس تمام سلام طرح بند على جدول الأعمال، بدهم يغيروا طريقة المناقصة، بدهم يعملوا مناقصة جديدة. ما أبرز هذه السلبيات اللي نحن يعني عم نحكي عنها، تقدم الموضوع من زاوية نحصل على أسعار أقل، هذا طرح. أنا ناقشت ووزراء آخرين، لما بيعنيني الوزراء الآخرين بأي خلفية ناقشوا، بس أنا ناقشت بكل يعني مهنية وبناء على معرفتي بإيجابيات هذا العقد وبناء على معرفتي شو كان يحصل سابقا قبل توقيع هذا العقد، وكان رأيي أنه ما فيها نرجع للحالة السابقة نعمل يعني استجرار مشتقات نفطية باخرة، بدنا نعمل عقد بمناقصة على جدول زمني وعلى كميات وعلى مواصفات، بدنا نتأكد انه هاي الشركة انا بعرف انه بتملكها دولة، بس هديك الشركات التجارية ما بعرف انا قديش موثوقيتها وقديش قدرتها على تأمين وتزويد البلد. بعد نقاش حصل اتفقنا انه العقد اللي احنا موقعينه، الحاجيات اللي عم يأملنا هذا العقد، وعندنا حاجات إضافية، الحاجات الإضافية فينا نروح نعمل مناقصة بطريقة جديدة، وإذا أجت هالمناقصة وطبقناها وشفنا عملنا مقارنة وتبين أنه الطريقة الجديدة أفضل من اللي عاملينه، ساعتها بنرجع بندرس. أما أنه نلغي العقد ونروح على طريقة جربنا قسم منها قبل وكانت سيئة وسلبية ويدور حول الكثير من الشبهات، أنا ما وافقت. أنا واحد من الناس اللي موافق، وهذا موقفي معلن يعني منه سر. بالتالي نعم بحكومة تمام إسلام الوزير الطاقي اللي كان موجود وقتها بعتقد الوزير أرتير نظريان بعتقد، فإجا هذا البند وصار نقاش وكان وزراء التيار مزبوط هني عم يقولوا أنه نحن رأينا نغير بطريقة المناقصات لأنه بيعطينا وفر أكتر، ناقشنا وأنا كان رأيي هيك وما زلت عند رأيي. من يأتي بعقد هلأ إذا بترجع بينطرح الموضوع وعلى مجلس الوزراء، أنا رأيي بدي دافع طبعا الجهة السياسية اللي بمثلها هي بتاخد القرار، بدافع عن هذا العقد بمضامينه بمبادئه. هلأ نحن كل سنة فينا نروح نفاوض، يعني ما في شيء بيلزمنا نستمر بالعقد، في عندنا فرصة. هذا اللي بقى نحكي فيه تماما، الحديث أنه كل 3 سنين يجدد تلقائيا. لا تلقائيا اذا ما نحن قلنا مثل ما قلت لك بنروح على 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 تفاوض قبل 90 يوم من انتهاء السنه، اذا بدنا نحسن شروط بنحسن اسعار، اذا ما اتفقنا معنا حق وقلنا حق وموجود بالعقد نطلب من شركه سوناتراك، فسخنا العقد وهي ملزمه بعد 3 شهور تأملنا حاجياتنا. الامر الاخر تاكد لك بس يعني لو بتعطيني وقت، انه اذا حدا عنده شك انه هيدي الشركة بتملكها سوناتراك أنا عندي كل الأدلة. لا هني الشركة بتملكها سوناتراك ولكن هو القرع على سوناتراك. إن قال إنه هاي شركة وهمية، وإن قال إنه شركة ما قال على سوناتراك، وإن قال حكي من إنه هلا إذا تسلم إنه هاي شركة بتملكها سوناتراك أنا الحقيقة بعرفها من الأول، يعني ما حدا اكتشف يعني شيء جديد. ما يعنيني مين قلوا مين ما قلوا، أنا اللي موقع. أنا أنا كنت بالوزارة لا عنا شركة نفط ولا بنشتغل بهذا العالم ولا قلنا على ألاف الشخصي ولا بالحزبي، أنا رحت على مصلحة البلد. نحن الجهة بعتقد قليلة بالبلد يلي لما بتناقش على ضوء مصلحة البلد، ما بتناقش لا بخلفية هي شو مستفيدة
ولا شو شركاتها مستفيدة ولا حدا من التجار أو أصحاب الشركات محسوب عليها. نحن بنناقش بكل تجرد مصلحة البلد. هلأ في حدا له علاقة وحدا ما له علاقة ما بيعنينا. أنا مش مقتنع بالعقد أصلا ما بجيبه على مجلس الوزراء. كثير من الوزراء وقالوا نحن فاوضنا مع مجلس الوزراء وصرحوا وحققنا وفر. طيب إذا أنت تفاوضت وحققت وفر كملت بالعقد أنت مقتنع فيه. لما أنت بتقول أنا فاوضت وحققت وفر يعني أنت كملت بالعقد وجيت على مجلس الوزراء بعد 3 سنين طلبت تجديده وما لغيته خلال المهلة الزمنية بنصر العقد خلال سنة ما أنا تمقتنع فيه. لذلك أنا قلت لك في 6 عقود خليني أعتبر لأنه في 6 وزراء إجوا أيامي أنا عقد. طيب اللي إجا بعد مني إذا شاف أنه منه مقتنع كان بيطلب إلغاءه. نعم. طيب ما ألغى الثاني الثالث الرابع الخامس ما حدا ألغى. نعم مرة طرح إعادة النظر بالمناقصة مش إلغاء العقد. لما طرح هذا الموضوع أنا كنت ضد إلغاء عقد عم نستفيد منه له كل هاي الإيجابيات عم يعطينا كل هذا الوفر المالي اللي حصل. إذا عملت مقارنة أنا لما كنت فيها مع اللي كنا ندفعه كان الوفر اللي تحقق بالسنة اللي أنا فيها 40 مليون دولار بمقارنة بالأسعار اللي كنا ناخدها قبل بالطريقة اللي كان ندفع أنا محقق وفر 40 مليون دولار. والوزراء اللي إجوا بعد كمان حكوا عن وفر بناء على المفاوضات اللي حصلت. طيب اللي عمول هذا مش سوناتراك مع مين فاوض؟ ضمن هذا الكونترا هناك اصلا بند جزائي ما حدا يحاسب. لا ما حدا بيلزمني اخذ حموله شحنه غير مطابقه للشروط. نعم. واذا انا طبقت اليات العقد عندي كل الضمانات اللي اقدر اتاكد فيها اذا عم تابع تنفيذ العقد من خلال ادارتي اتاكد انه هذا عم يتطبق بشكل سليم. طيب برايك ليش رجعوا 5 عقود لو 6 عقود لورا؟ عقود وزارية. بدك تسألي ما هو أحيانا بالبلد مشان نغطي على شيء بنعمل قنبلة دخانية. نعم. ولكن اللي عم بيصير يعني بتقول بين حلفاء يعني بين تيار يعني لا هو مدخل على الخط مش بس تيار. تيار وغير تيار وشركات نفط متضررة. قلت لك أنا لما وقعت العقد بعد شهر قامت شركات اللي كانت عم تمارس قامت الدنيا وقام قعدتها يعني. طيب كلمة أخيرة مع الوزير بتحب تقولها من بعد هذا التوضيح. بحب أقول أنه أنا هذا التوضيح عم أقوله مش تأدخل بسجال مع حدا. وبحب أقول أنه ما حدا يغطي على عملية ارتكاب حصلت. وبحب أقول أنه هذا العقد لما نتوقع هلأ إذا بيرجع الزمن لوراء وبرجع أنا وزير برجع بعمل نفس العقد. ومني نادم أبدا مطمئن ومرتاح وبتمنى كل اللي بيفهموا بهذا العالم يقروا هذا العقد ويشوفوا. بحب أقول للرأي العام لأنه هذه المعركة معركة الرأي العام. في حدا بده يقدر ينال من هذه المسيرة اللي أنا شاركت بمثلها بالحكومة بقول لهم فتشوا على محل آخر. لن تستطيعوا أن تجدوا في سجلنا وبأدائنا ولو نقطة يعيب هذه المسيرة. وبتحداهم أنا عملت وزير من 2005 لل 2019 وتوليت حقائب وزارية منها وزارة الطاقة منها وزارة العمل. كان كتير ناس قالوا لي خطأ الكبير أن أنتوا تركتوا وزارة الطاقة. حدهم حدا يروح يفتش بسجلي بالقرارات اللي مضيها وماضي آلاف القرارات بإدارة وزارة. يعني يجدوا مخالفة قانونية مش شبهة فساد مخالفة قانونية أو إدارية. نحن من النوع اللي بيحكوا بشعار بناء الدولة. اللي بده يعرف كيف تنبنى الدولة يجي يتعلم من أداء وزرائنا. وأنا مضطر أحكي هذا الحكي بعد الجو السيء والسلبي اللي عم بسمع. وهذا الخطاب بعرف في ناس شو ما عملتي راح يضلوا يحكوا سلبا لأنه عنده الخلفية تانية. وهي المقاومة اللي صنعت كل هذا المجد للبنان في ناس يعني معادية لها يستفلوا حق. أنا اللي عم وضحه كرمال الرأي العام وكرمال من يثق بهذه المسيرة بقول لهم أنه ترفعوا رأسكم تفتخروا أنه أنتوا كما كنتوا بالميدان المواجهة المدافعين الحقيقيين والشرفاء عن البلد ايضا انتم في ميدان السياسي والمواقع المسؤوليه تقدروا تفتخروا وتقولوا المدافعين الحقيقيين لمصالح البلد. شكرا كثير لك لهذا التوضيح مع الوزير. شكرا لك.